يعني انت بتلقي الاتهامات على الناس كلها. انت ما تتكلمش خالص، انا ساعه صح. لا انت يبقى طب ما في ناس بتاخد عمولات في النادي يا سياده المستشار. في واحد عموله دلوقتي، في مخرج وفي منتج، فاهمني؟ انا ما جبتش حد وماليش علاقه بحد، فاهمني؟ والله يخرب بيت ام الاغنيه دي اللي ودتني في داهيه وخسرتني ناس كتير قوي. لا ليه؟ وانا مش ممكن يعني، مش ممكن يعني. احنا بنعمل حاجه كويسه لنادي الزمالك ملهاش علاقه بدوري ولا ليها علاقه بحاجه. ده احساس ولد جمهور النادي يا سياده المستشار، ده احساس جمهور. الجمهور بيقول مهما يروح ناس وتيجي ناس والكلام ده ملهاش علاقه. مش عايزين شخص الجمهور يعني. وبعدين الكابتن احمد رفعت الدوعي، الكابتن احمد ما كانش موجود، كابتن ابو رجيل اعتذر، كابتن نبيل نصير انا عارف حالته الصحيه، كل الناس دي كلمناها، مش انا اللي كلمتها برضو. اللي كلمها التليفون قطع. هو بس في حاجه الناس دي انا عايز بس ثواني يا احمد بعد اذنك، الناس دي انا كلمتها بنفسي يعني. انا ما كنتش عايز اتدخل. ده الزمالك كسبان دوري 12. انا ما كنتش عايز بالظبط يعني. يعني ما كنت، ما احنا مش عارف. نائب رئيس رابطه النقاد الرياضيين ايهاب الفولي، ازيك يا استاذ ايهاب؟ اهلا بيك يا كابتن خالد. انا بس بحب يعني استغل وجودي مع حضرتك في برنامجك ده، وبحيي الجريء الزميل محمد الشرقاوي على رده اليوم على مرتضى منصور، رده الكلمه بالكلمه، وهو ده احنا اللي احنا طالبنا بيه كل النقاد الرياضيين اعضاء رابطه النقاد، ان لازم الرد يبقى من نفس جنس العمل. ما ينفعش النهارده تطلع يبقى من نفس جنس العمل، ما ينفعش النهارده تطلع تشتمني تقول لي امك وابوك، لازم اقول لك امك وابوك واللي خلفوك. ما خلاص ما فيش حد يتشتم، ما تطلعش تجعر لي بصوتك العالي وتقول لي امك وابوك وانت وانت طالب مني ان انا احترمك. تطلع تقول لامك وابوك وعايزني تقول لي حوار هادف وحوار بناء. الحوار الهادف ده يتعمل مع الانسان المحترم، مش مع استاذ ايهاب. استاذ ايهاب احنا انا شخصيا في برنامجي ما بحبش اي حد يتطول على اي حد. احنا بنحط نقط على حروف، اللي هيحترمنا هنحترمه، اللي هيتطول علينا هنتطول عليه، اللي هيتكلم معانا بالادب هنشيله فوق راسنا، اللي هيقل ادبه علينا هنتعامل معاه بنفس طريقته. كابتن طبعا مرتضى بيه اتصور حضرتك كنت سامع حديثه بالكامل، هو شايف ان يعني ما تم نشره اليوم في المصري اليوم يعتبر امر جنائي، وانه بصدد رفع دعوى جنائيه ضد القسم وضد الجريده باعتبار ان هي بتروج وتسوق لافكار هدامه خاصه برابطه بترتكب افعال اجراميه. رد حضرتك. كابتن مدحت، مرتضى منصور مش هو اللي هيعلمنا الاعلام. اتفضل. مرتضى منصور انا هعلمك الاعلام غصب عنك وغصب عنك. غصب عنك. ما ينفعش يا جماعه، احنا لازم نفصل الصوت ده، ما ينفعش.